This I have perfected for you, your religion, and completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. اقرأ أيها الشيعي المنصف فتوى الإمام الخميني في إباحة تفخيذ الرضيعة كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12. قال الخميني: لا يجوز وقع الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله من هذا الشذوذ. وأفتى زعيم الحوزة العلمية في النجف والمرجع المعروف أبو القاسم الخوئي بجواز لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح، كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثالث في مسائل الستر والنظر والعلاقات، سؤال رقم 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ فأجاب الخوئي: لا يحرم في الفرض والله العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستكمالا لمسلسل الشذوذ الجنسي والافتراء على آل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم، أفتى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بإباحة زواج المتعة عبر الإنترنت وممارسته من خلالها، وهذه فتوى صادرة عن مكتبه ونشرها موقعه على شبكة الإنترنت. الشيخ الشيعي محمد سعيد العرادي يوضح للشيعة فضل المتعة في كتبهم، ويعد الشيعيات بالمغفرة إنهن تمتعنا والعياذ بالله. جاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة، فشرعها الله سبحانه وتعالى بأصل القرآن، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هاي المتعة حللها الله عز وجل، هاي المتعة حللها الله عز وجل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عندنا مستحب الاتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولاه قال: لحقني جبرائيل، جبرائيل لحقه، لحقني جبرائيل عليه السلام، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النساء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. عن الإمام الصادق سلام الله عليه، شنو رواية عظيمة هاي، شنو رواية عظيمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما من رجل تمتع، سمع الرواية هذه، كل قطرة غسل، كل قطرة غسل تطلع من هذاك الغسل، الله يخلق من القطرة دي 70 ملك يستغفر له. والله اسمع الرواية نص: ما من رجل تمتع ثم اغتسل
إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. رحم الله والديك، الله يقول أنت أحييت السنة إلى يوم القيامة. هل 70 ملك من كل قطرة؟ إيش قد قطرة تنزل؟ 1000 قطرة، 1000 ضرب 70 كم يطلع؟ كم يطلع؟ ها؟ 70,000 ملك يستغفروا منه. زين؟ إيش قد ثواب عظيم؟ من كل قطرة تقطر منه 70 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعيل عيونه هم. هذا اللي يقول له أنا ما أبغى أتمتع، يرفض سنة النبي، هذا شنو يلعنونه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، ولو مرة. واضح مولانا؟ ولا تقربوا الزنا. في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه لهو المؤمن في ثلاث. المؤمن يبي يلتهي، يلتهي بشنو؟ بالكورة؟ لا. بالكيرم؟ لا. بالبتة؟ لا. بالرياضة؟ لا لا. لهو المؤمن في شنو؟ الحديث يقول لهو المؤمن في ثلاث: التمتع بالنساء، ومفاكهة الإخوان، والصلاة بالليل والناس نيام. ولا تقربوا الزنا. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال المتعة والله أفضل، وبها نزل الكتاب وجرت السنة. الحديث ولا تقربوا الزنا. نفس الإمام الصادق يشجع على المتعة. اجى لي واحد قال لي أنا ما عندي فلوس أتمتع، فالإمام طلع دينار قال اتمتع. نفس الإمام الصادق. هاي الرواية عني عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عند الإمام الصادق عليه السلام فقال لي يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك. هذا هم متزوج همات طالع من أهلي رايح يعني في المكان. قال لا قلت لا ما تمتعت. قال ولم؟ قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، يعني الفلوس اللي عندي على قولتنا ما تيزي. واضح؟ الفلوس اللي عندي لا تكفي. قال فأمر لي بدينار. الإمام الصادق أمر يعطوه دينار هذا الرجل. فأمر لي بدينار قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. قبل الله تروح بيتك تمتع بالدينار. شنو الإشكال؟ أكو واحد عنده نساء، عنده نساء ثنتين ثلاث، مع ذلك الإمام الصادق يقول بعد تمتع. يقول للإمام أنا عندي خوف نسوان. قال لا مع ذلك ما أحب أن تخرج من هذه الدنيا حتى تتمتع. بني رواية عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام تمتعت منذ خرجت من أهلي؟ قلت لكثرة ما معي من الطروق أغناني الله تعالى، لكثرة ما معي من الطروق أغناني الله عنها. إيش معنات الطروق؟ يعني أنا عندي نسوان أطرقهم أجامعهم، معنى الله أغناني. قال وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى على محمد وآل محمد. هذه مولاي الجليل روايات وردت في ثواب المتعة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.